النهاردة هحكي لكم قصة جميلة جدا، وهي قصة جحا والملك. ويلا بينا نبدأ. كان جحا يجلس مع الملك في قصره، حينما قال الملك مداعبا جحا: أتستطيع يا جحا أن تمضي في العراء ليلة كاملة من ليالي الشتاء الباردة وأنت عار الصدر؟ قال جحا: نعم أستطيع يا مولاي، فاختار الليلة التي تعجبك. قال الملك: حقا إن فعلت ذلك منحتك 1000 دينار ذهبا. اختار الملك ليلة من ليالي البرد القارسة، وأمر حراسه أن يصعدوا بجحا إلى قمة الجبل، وهناك يجردونه من ثيابه ويقضون الليل بقربه، يراقبونه حتى لا يشعل نارا تدفئه. لبس الحراس ثياب ثقيلة مدفئة، وصعدوا بجحا إلى أعلى الجبل وجردوه من ثيابه، وجلس بعيدا عنه كما أمر الملك. قضى جحا ليلته ساهرا، لم يغمض له جفن لشدة البرد، حتى كاد الدم أن يجمد في عروقه. وفي صباح اليوم الثاني أدخل جحا على الملك سليما لم يمسسه سوء، فتعجب الملك. أخذ الملك يسأله عما قاس، فقص جحا ما مر به من أهوال، وسأله الملك: ألم ترى في هذه الليلة نارا من بعيد أو قريب؟ قال جحا: بلى، رأيت ضوء مصباح ضعيف يلمع من نافذة أحد بيوت القرية التي في سفح الجبل. قال الملك ضاحكا: ها 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 ها، لقد استدفأت بهذا الضوء يا جحا وخسرت منحتي. امتلأ قلب جحا بالغيظ، ولكنه لم يتكلم، وإنما فكر في حيلة يأخذ بها منحته من هذا الملك المخادع. وبعد أسابيع ذهب جحا إلى الملك ودعاه وحاشيته إلى الغداء عنده، وأخبره بأنه سيعد لهم مائدة شهية في المروج بين الأزهار والرياحين. اختار جحا موضعا طيبا للملك وحاشيته، وأجلسهم تحت الأشجار اليانعة، وجلس يضحكهم بدعاباته اللطيفة ونكاته الشائعة حتى فات موعد الغداء. أحس الملك وحاشيته بالجوع، وكان جحا بين الحين والحين يترك مجلس الملك ويغيب برهطا ثم يعود. واشتد الجوع بالملك فقال: أين الطعام؟ لقد جعنا يا جحا. قال جحا: لم ينضج بعد يا مولاي، وليس الذنب ذنبي، وإنما هو ذنب النار. قال الملك لحاشيته: هيا بنا نرى ما يصنع لنا جحا. فإذا بهم يرونه قد علق قدور الطعام في أعلى شجرة، وأشعل النار على الأرض بجوار الجذع، بحيث لا يصعد إلى القدور إلا الدخان. غضب الملك وقال: ما هذا يا جحا، أتسخر بنا؟ قال جحا: يا مولاي، في تلك الليلة الليلاء رأيت ضوء مصباح في سفح الجبل وأنا على القمة، فحكمت يا مولاي بأنني استدفأت به، فكيف لا ينضج الطعام وليس بينه وبين النار غير أمطار؟ ضحك الملك لذكاء جحا ها 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 ها، وزال غضبه وأمر بمنحه 1000 دينار ذهبا لذكائه. وبكده تكون انتهت قصتنا للنهاردة، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسوش تعملونا لايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. منتظرونا في حلقة جديدة من نوادر جحا. باي باي.